أهلا بحضراتكم. مش من ضمن الحكم على حالة الاستثمار في البلد والتجارة بيع العقارات أيا كانت الأسعار أو سرعة وتيرة البيع، وإحنا بنستورد الطوب، الأسمنت، الحديد، الأرض. صحيح في مكونات بنستوردها، لكن مش زي مجالات الصناعة والزراعة والتجارة. مثال من التعليقات برضو اللي جات لنا امبارح، شركة إعمار فتحت مرحلة أولى في أحد مشاريعها في الساحل الشمالي، بيعت جميع المرحلة خلال 6 ساعات بمبالغ بدأت من 12 مليون ل 105 مليون، أغلب اللي اشتروا الوحدات مستثمرين. هل تعتقد أن المستثمرين دول لو مش شايفين أن مصر دولة استثمار حقيقي كانوا أقبلوا على الشراء؟ هنرد على السؤال ده. في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية في دول بتقفل مش محلات فقط، تمام، كل ده جيد جدا. لو شهدت قوة الزحام في سيتي ستارز لغيرت هذا المنشور، وليس فقط سيتي ستارز بل جميع المولات في مصر بها زحام وقوة شراء غير طبيعية. قوة الزحام في المول مش علامة بيع وشراء، دي خروج على فكرة الناس كتير، حضرتك عارف ده. يعني ان حضرتك اشتريت كام فيلا مش مقياس، لان ده في العقارات. طب انت بقى اشتريت كام فيلا من اعمار اللي بتستشهد بقوة مبيعاتها؟ اشتريت الفيلا ب 12 مليون ولا اللي ب 100 مليون؟ طب لو اشتغلت عمرك كله يا صاحب التعليق ده هتجيبها؟ رد جالك على تعليقك، مش انا هو اللي هرد عليك. مقياس، اذا فاهم ان مقياس النهوض والازدهار ببيع وحدات عقاريه، اسف حضرتك غلطان. مقياس نهوض الدول وتطورها لما تصنع اللي بتاكله وتلبسه وتصنع ادويتك، مش تقفل شركات الادويه عشان ما فيش دولار نستورد بيه مواد خام. النهوض والتقدم بتطور التعليم، النهوض في التجارة، مش في شراء خرسانة نصيف فيها أو نصيف فيها 3 شهور ونقفلها. في من القاهرة رئيس حزب الجيل الديمقراطي الأستاذ ناجي الشهابي، ومن كندا تورونتو بالتحديد الدكتور مصطفى يوسف مدير المركز الدولي للدراسات التنموية. حزبكم يا أستاذ ناجي طلع بيان بينتقد في مسألة البيع، وبيقول إن دي لا تعبر عن المواطنين المصريين. بتعبر عن مين حركة البيع القوية 6 ساعات مبالغ بالملايين، مرحلة كاملة بتتباع في الساحل الشمالي، وبعدين الناس تواجه انتقادات لحالة الاقتصاد والبيع والشراء والأكل والشرب والحاجات دي؟ تفضل يا أستاذ ناكي. لا، هو طبعا اللي حصل في مشروع إعمار في الساحل الشمالي ده لا يمكن يكون تعبيرا عن الحالة المالية للمصريين. معظم الفيلات راحت اسرياء عرب الخليجي، وبرضه ما نعرفش مصادر اموالهم ايه، ممكن تكون غسيل اموال. وعدد قليل جدا من المصريين اللي هم يعني بيقولوا يعني تربحوا المليارات سواء في هذه الفتره او في فترات سابقه. وبصفه عامه هؤلاء المصريين اللي اشتروا فيلات الاعمار اللي وصلت مدروساتها 100 مليون جنيه فيلا الواحده، لا يمكن يكون يعبروا عن غالبية المصريين، بده يعبروا عن نسبة محددة من المصريين، ده تعدى 2-3-4-5%. وباقي المصريين بيعانوا معاناة شديدة من توفير الاحتياجات الأساسية لأسرهم، سواء كانت رسوم مدرسية أو أكل وشرب. وبالتالي إحنا محتاجين يعني نقف وقفة مع النفس ونتخذ سياسات اقتصادية جديدة تعلم الاعتماد على الذات، تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي في الغذاء والكفاء والملبس وباقي السلع والمنتجات الاخرى التي تحتاجها الاسر المصريه والبيت المصري. وهذا يعني يكون من خلال حركه تصنيع حقيقيه من خلال يعني ايضا اعطاء الفرصه للمشروعات الصغيره والمتوسطه للشباب من خلال قروض بفائده صفريه مع فكره سماح 3-4 سنوات لسداد اول قسط بعد ان يعني ينتج المصنع ويجني ارباح. محتاجين ان احنا نبتعد عن صندوق النقد الدولي. صندوق النقد الدولي ما دخلش بلد الا في حاله فيها الخراب والدمار واثار الشعوب. طيب استاذ ناجي، في هذه النقطه بالتحديد حضراتكم بتطالبوا الحكومه بعدم تنفيذ شروط صندوق النقد الدولي، والحكومة في أشد الحاجة 5 شهور تقريبا بتفاوض الصندوق عشان هذا القرض. إزاي هتاخد القرض وإزاي مش هتنفذ شروطه اللي منها حضرتك شايف مثلا قيود الاستيراد، وإن مش منها علامة بيع العقارات والفيلل في الساحل الشمالي؟
لا هو انا سفير نقل الدولي جاي عليه هو عشان بيخدم على الدولار، مهمته الاساسيه تقويه قيمه الدولار امام العمليات الوطنيه، لذلك هو الرشته بتاعته نمر واحد فيها لاي دوله من دول العالم الثالث او الدول العالم النامي خفض عملتك امام الدولار. الدولار ملوش قيمه اساسا، الدولار ده لو قيمته عند امريكا يعني قيمه الورق ورق والاحبار دخلت في الطباعه، انما يوم تخلص نيكسون من الاحتياطي الذهب للدولار حسب معاهد اتفاقيه فود عام 44 اصبح الدولار بيشيل نفسه واحنا بنشيله بقى في العملات الاخرى عندما تعتبر الدولار هو العمله الصعبه اللي هي بتخليها احتياطيها هو في ملكها في المملكه المركزيه. لذلك احنا لا يمكن، انا شخصيا في حزب الجيل من الاحزاب اللي بتطالب بعدم الاقتراض من الداخل او من الخارج وعدم يكون حتى الاعلانات والمساعدات الاجنبيه، وان احنا نعتمد على الذات وعلى موردنا المحليه وعلى سواعد ابنائها وعلى خطه وعلى سياسات يتم تنفيذها فعلا في مجال الزراعه والصناعه وتطوير شركات القطاع العمال والقطاع العام والقطاع العام. اما ان انا يجي النهارده يقول لي عوم جنيه ثاني، تعويم الجنيه ثاني معناها التضخم يرتفع، معناها الاسعار كلها يرتفع، وفي نفس الوقت يقول لي الغي الدعم عن رغيف العيش وعن وده اساسا يعني هو ملح ملايين من المصريين، فهو بي 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 هو بيهدد بالسكر في مصر. يقال ان الشرطين دول هم من احد من الشروط الغير معلنه للتفاوض مع الصندوق. استاذ ناجي هعيد حضرتك لنقطه علشان اروح للدكتور مصطفى. مكتوب في بيان حضراتكم هل سددوا الضرائب المقرره قانونا على هذه الفلل او على اموالهم او على ارباحهم؟ بتقصد هنا الناس اللي اشترت المرحله الاولى من اعمار مصر من فلل الساحل الشمالي ثم الفقراء والدوله خدت حقها. بتقول انه واثق انه الحكومه هتجد العجب وهتضع الدوله ايدها على كنز علي بابا. عاوز تقول ايه باختصار يا استاذ ناجي من ده؟ في ناس حققت دخول تفايليه مليارات وبدون يعني اضافه حقيقيه للاقتصاد القومي. هؤلاء علينا ان احنا نبحث عن مصادر ثروتهم، نطبق قانون العيله كهذا، تكون غير مشروع، نلاقي العجب في هذه الفتره. واعتقد ان في مثل هذه الفترات اللي بتمر بها الامم من حيث الازمات الاقتصاديه الخانقه للاقتصاد وللشعب محتاجين ان احنا نبحث عن مصادر ثروه كل مصري كيف اكتسبها وهل سدد الدوله عليه من ضرائب وخلافه ام لا وهم نسبتهم قد ايه. انا اعتقد ان يعني البعض اللي اشترى من اعمار فيلل ب 100 و115 مليون في منهم نسبه لا يستهان بيها موجوده بيننا، تكون ثروات ضخمه جدا في العقد الماضي وفي عقود سابقه. اشكرك شكرا جزيلا ناجي الشهاب رئيس حزب الجيل الديمقراطي، كنت معي من القاهره، شكرا جزيلا لك.